الاستمناء بالكف، او ما يسمونه في العصر الحديث بالعادة السرية، الناكح يده. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بحفظ مائنا حتى ونحن متزوجون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع من السفر مع اصحابه كان يوصيهم باستعمال العقل في معاشرة نسائهم، فهم عائدون من السفر وربما اسرفوا في الجماع، والاسراف في الجماع مضر بالصحة. يقول الامام ابو حنيفة: يضيع العلم بين اصحاب النساء. اسمع الى وصية الرسول لاصحابه وهو عائد من سفره، كان يقول لهم: الكيس الكيس، اي استعملوا العقل استعملوا العقل، فان المني مخ ساقيك ونور عينيك. مخ الساقين ونور العينين. ومن سار وراء العادة السرية في اصبح مدمنا لها، فضعف بصره وفقدت ذاكرته وضعف ساقاه وضعف الجهاز التنفسي، فاذا ما اقبل على الزواج لا يجد للزواج ما